تزامنا مع الاحتفالات الشعبية برأس السنة الأمازيغية بالمغرب، تتجدد الدعوات إلى إقرار السنة الأمازيغية عيد وطني وعطلة رسمية مؤدى عنها كل سنة من طرف هيئات جمعوية نقابية وسياسية، مصحوبة باحتفالات وبأنشطة فنية وثقافية إحياء لهاد المناسبة. إذ يناير هو تعبير عن حلول السنة الجديدة حسب التقويم الأمازيغي الذي بلغ عامه 2972 سنة. هذه الهيئة عبرت على رفضها لما وصفته بالتمييز المستمر بين الرموز الثقافية والحضارية المغربية، وذلك لتعزيز وتثمين التنوع الثقافي والتعدد اللغوي الوطني ومقتضيات دستور 2011، خاصة تنصيص على الوضعية الرسمية للغة الثقافية أو للغة والثقافة الأمازيغية من خلال ديباجة الدستور والفصل الخامس منه، ثم أيضا من خلال القانون التنظيمي عدد 2616 المتعلق بمراحل ومجالات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. بالرغم من هذه الظروف اللي فرضتها جائحة كورونا هذه السنة، لاحظنا أن مختلف العائلات احتفلت بهذه المناسبة سواء بالقرى أو بالمدن نظرا للارتباط الكبير لهذا اليوم بالأرض وبالانتماء لهذا الوطن. لماذا لم يتم تجاوب من قبل المسؤولين مع مطلب إقرار السنة الأمازيغية عيد وطني وعطلة رسمية بالرغم من توفر كل الظروف والشروط المناسبة؟ ناشط الحقوقي والباحث في الثقافة الأمازيغية الأستاذ أحمد عصيد يجيب. تم إقرار رأسنا الأمازيغية عيد وطني ويوم عطلة هو أمر غير مفهوم نهائيا، لأنه جميع الشروط السياسية القانونية والحقوقية وكل الأبعاد يعني متوفرة لهذا الإقرار، وكان منتظرا أنه هذه السنة اللي غيبدأ فيها يعني تفعيل الطبع الرسمي بوجود ميزانيات مرصودة في قانون المالية للحكومة، كان منتظر أن تكون هذه السنة هي البداية ديال هذا الاحتفال الرسمي. للأسف لم يحدث ذلك، رغم وجود دور، رغم وجود القانون التنظيمي اللي كينص على هذا الشيء. القانون التنظيمي ينص على أنه ينبغي العناية برموز الثقافة الأمازيغية والاحتفاء بها وغير ذلك، وفي هذا يدخل يعني رأس السنة الأمازيغية. عدم الإقرار غير مفهوم نهائيا إلا إذا فسرناه بوجود مقاومة داخل الدولة من طرف العقليات القديمة، لأن قضية الأمازيغية عاشت نصف قرن من التأخر بسبب هذه المقاومات. هناك إيديولوجيات تقاوم كل ما هو وطني وتوجد داخل الدولة، وهي إيديولوجيات مستوردة فيها ما هو تعلق بالقومية العربية، فيها ما يتعلق بالإسلام السياسي، وهذه العقليات القديمة تقاوم دائما كل ما هو جديد وتعارضه. لا يوجد أي تفسير إلا هذا، وجود مقاومة يعني داخل الدولة من طرف من يعتبر أن إقرار السنة الأمازيغية يتعارض مع مصالحه. وطبعا هذا أمر سلبي بالنسبة لبلدنا الذي أعلن في دستور 2011 بأن الخيار الديمقراطي هو من ثوابت المملكة، وهذه الاحتفاليات هي احتفاليات شعبية لها شرعية شعبية، لأنها يحتفل بها الشعب المغربي تلقائيا في كل مناطق المغرب، وحتى في الجزائر وحتى في تونس وليبيا، هي احتفاليات تعم كل شمال إفريقيا وليست في الإطار الوطني فقط. وسبق لجيراننا الجزائريين أن أقدموا على الخطوة الكبيرة بترسيم هذا اليوم اللي أصبح يوم عطلة عندهم، وللأسف بقينا متعثرين لأسباب تعود إلى هذه العقليات الجامدة والمتخلفة عن ركب التطور. وأعتقد بأنه على الدولة المغربية أن تحسم في مثل هذه الأشياء المتعلقة بالهوية. الدستور حسم سنة 2011، وعلينا أن نحسم عمليا بعدم ترك أي يعني مشكل عالق، لأن موضوع الهوية موضوع يعطي الطمأنينة الاجتماعية للناس، بمعنى ما سيربحه المغرب من ترسيم
هذه المناسبة هو أكبر بكثير مما سيخسره، ولا يوجد أي شيء يخسره. يعني ليست حتى الميزانيات، يعني الاعتراف اعتراف رمزي لا يحتاج حتى إلى ميزانية أو اعتمادات. وما سنربحه بطبيعة الحال هو التلاحم الوطني، وهو الشعور بالانتماء للأرض المغربية وللتراب الوطني في وحدته وفي تلاحمه. وما سنربحه أيضا هو الثقة في المؤسسات، وهذا شيء مهم. ولهذا ليس مفهوما نهائيا عدم إقرار هذه السنة، ونتمنى أن يكون ذلك في أقرب الأجل.